أول مرة حد يدق علي هنا. يا ترى الليل شايل لك إيه تاني؟ جهز العربية تمام. ما عاوزينهاش توسع يا عم. ما حدش يبلغ كريمة. حاضر. شاكك ان كين ورا العمليه دي. عمرنا ما دخلنا في مشاكل مع الناس دي. مالهم ومالنا؟ وانت؟ انا شاكك ان كين ورا العمليه دي. كين عاوز رقبتي انا. الموضوع ده وراه حد تاني. يكون مين يعني يا عم؟ يشوف طه الأول وبعدين يحلها الحلال. وأنت تعرف الناس دول؟ اعرفهم. لقيت حضرتك مش عايز تعمل معاه حاجه وقلت ازق عليه الجماعات دي، ولو شد معاهم تبقى دي نهايته، ولو ما عملش معاهم حاجه نبقى علمنا عليه. ايه رايك؟ اطلع بره. ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تشحن بقية السلاح ده. حاضر يا عم. طه فين؟ طه جوا.
مني يا دكتور. خليك بكانك، دورك ما جاش يا طه. عدت الحمد لله والطلقة خرجت من دراعه. سيبنا يا دكتور. قولي خليك بكانك، كلمني بلسانك. الصندل وصل قبل ميعاده، تحركنا زي الفل وطمنا على الحاجة، واتصلت بالناس عشان يستلموا سلاحهم، واحنا في الطريق لهنا قريب من جبل الخال، طلعوا علينا اجي 20 نفر بالآلي وخدوا السلاح واختفوا في الجبل تاني. خليك ما عطاها لحد ما اقول لك يروح ميته. اتأخرت يا هبة. طه مات؟ لا يا كريمة اطمني. لو ما ماتش طه يبقى اتصاب. ما قدرتش اغمض عيوني، كل ما نام اسمع ود اختك بينادم، اقول يمكن اتوحشت، ارجع نام ينادم من تاني. انا جاي لك عشان تشوفيه يا كريمه، ولدك زين الحمد لله. انا ما اشوفش ولدي وعينه مكسوره. دي رصاصه طايشه. يمين بالله ما اشوفك يا طه وعينك مكسوره. عاوزني اشوف ولدي؟ هات لي اللي طخه الاول. انا جيتك الاول عشان اطمنك، ولو عاوزه تشوفيه أجيبهولي. تجيبهولي عمل بيه ايه؟ خليه يجبر نفسه. ما تخافيشي هيطيب ان شاء الله. هو انت فاكر ان جرحه في دراعه؟ لا يا ابو هيبة، طه ضربوه بالنار، عاوز يجبر نفسه يطخ اللي كواه. ها مجهزه لك لقمه. سلميلي على صباح. بقولك عاوز حمار اطلع بيها الجبل، هتلقاها برا البيت. أمانة يا جبل تجبرني ما تخيبنيش، أمانة ألقى في كفك الطلقة أوعاك تخبيها. يرضيك يا صاحبي أرجع خايب. يا مرحب بالناس القمه. أنا ما جايش الضايف، أنا جاي في عتاب. عارفين طلبك بس ياريت كنا نقدروا عليه. والدختي حد منكم طخه؟ لو حد منينا كنا قلنا، احنا هنخافه؟ دي أرضكم، مين غيركم يضرب فيها نار؟ كانت أرضنا، ما جم ناس وشرفونا. ما عرفناش الجبل صاحب غير ما طريد الناس. اللي طخ طه والدختك من الجماعات يا هيبة. جماعات؟ جماعات؟ ياك عشان المقام؟ مش دول يا هيبة، بتوع المقام دول من عنديكم، لكن اللي طخه جايين من بعيد. السلاح؟ فهمتنا؟ اللي طخه كان عايز السلاح، وانا عاوز اللي طخه. محدش منيهم هنا، هربوا بالسلاح، واخوي واحد منيهم. هربوا لفين يا سبع؟ جبل الحلال في سينا. بيخطفوا السلاح اللي جاي من السودان واللي جاي من ليبيا، وما فيش سلاح